الريهان بريس هنا في فاطمة تسون. اليوم رانا في المباراة النهائية اللي تجمع بين فاطمة تسون وبلدية سيدي عمر. دورة عندها قرابة شهر الحمد لله، جرت في ظروف عادية. اليوم لحقنا المباراة النهائية إن شاء الله تفوت خير، تفوت في ظروف جيدة، وكاين مفاجآت إن شاء الله غادي تقوى تكون في وسط المباراة وبعد المباراة إن شاء الله. نتمنوا الفريق انتيا دورت موتا سيدي عمر، تشرف معكم في هذه الدوره. اول حاجه اول تكريم للمنظمين تاع الدوره، مشكورين بزاف 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 على الدور اللي قاموا فيه في تنظيم هذه الدوره. خلص الفيزيو.